كيف تغسيله؟ الأصل أن يغسل 3 مرات أو 5 أو 7، يعني 3 تكفي. احتجنا أن نغسله رابعة نزيد خامسة، احتجنا أن نغسله سادسة نزيد سابعة، وهكذا حتى ينتهي الغسل إلى عدد فردي وليس زوجيا، وهذا من السنة لكن ليس واجبا. وغسلة واحدة تكفي، وغسلتان تكفي، ولكن السنة 3 غسلات. فإن لم تكفي فنجعلها 5، فإن لم تكفي نجعلها 7، فإن لم تكفي نجعلها 9، ثم بعد ذلك يكتفى بعض أهل المقال بس يكفي، لأنه أحيانا بعض الأموات قد يكون إسهال أو شيء فيخرج البراز أو غيره أو كذا، فيغلق مكان خروج البراز كما قال المؤلف بطين حر يعني نظيف نقي، أو بلزاق أو أي شيء حفو. المهم أنه يمنع خروج النجاسات من جسده. وقبل التغسيل يبدأ أول شيء بالوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ابدأنا بميامينها. لما ماتت ابنته صلى الله عليه وسلم أمر المغسلات أن يبدأنا بميامينها ومواضع الوضوء، فأول شيء يبدأ بالميت يوضأ وضوءه للصلاة، يوضأ وضوءه للصلاة بعد غسل فرجه. طبعا تغسيل الفرج لا يكون بالملامسة، لا يلمس الفرج باليد ولا يكشف، وإنما يغطى بخرقة فوق جسده، ثم يأتي المغسل الذي يباشر التغسيل فيلف على يده خرقة، وليس مجرد كفوف اللي هي قفازات أو الدس يسمونه كذا، لا، وإنما يلف خرقة، الدس فيه أيضا يشعر بالشيء، يشعر بالعورة، وإنما يلف خرقة فوطة منشفة يمر يلف على يده، ثم يغسله خاصة إذا أصاب فرجه أو كذا حتى ينظفه فيغسله بها، ثم بعد ذلك يوضئه وضعه للصلاة، ثم بعد ذلك يغسله تغسيلا كاملا. أثناء التغسيل يمر يده على بطنه هكذا، يضغط على البطن إذا في شيء يخرج، حتى لا يخرج أثناء حمل الجنازة، حتى لا يخرج أثناء حمل الجنازة، يعني يقدرها، يعني يقدر الكفن الذي عليه، فينظف تنظيفا دقيقا كاملا قبل أن يكفن. فيمر على بطنه، إذا كانت المرأة فإنها يجعلون ضفائر شعرها كما كنا يفعلنا، قال يضفرنها 3، يجعلها قرونا يعني ضفائر، هذا كان الشعر طويلا فيجعلونه ضفائر، ثم بعد ذلك يأتي دور التكفين. إذن أول شيء غسل الفرج، ثم الوضوء وغسل المغابن. المغابن هي الأمكنة التي يمكن أن لا يصلها الماء، مثل ما بين الأصابع، مثل نفس الأصبع السفي اللي هو الجلد المصفط يسمونه، طيب فيغسل صوب السرة مثلا، يغسل هاي يسمونها مغابن، الأماكن اللي تكون فيها صفاط فقد لا يصلها الماء، فيحرصون على هذه الأماكن وتنظيفها، وتوضأ وضوءها للصلاة أو يوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يغسل تغسيلا كاملا، ثم يوضع له الطيب. حتى المرأة يوضع لها الطيب، ما يضر يعني الرجل والمرأة يوضع لهما الطيب أثناء التكفين.